حبايبي جريد 2 هنبدأ هندرس حاجة غير النمبرز خالص، ولا هنعمل لا بلس ولا نعمل ماينس. عندي حاجة اسمها شيب، والشيب دي نقدر نجيب صلصال ونلعب بالشكل ده عشان أتعلم وأعرف أفرق دي اللي أنت عاملها كورة دي يا مستر، أقول له دي هنقول عليها فيرتكس، والخلة دي يا مستر هنقول عليها سايد، يبقى أنا هفرق فخلي ابني أو بنتي يلعبوا بالصلصال وخلة ونعمل حاجة زي كده. يبقى ده لازم أعرف النيم بتاعه، ده اللي هو ده نقول عليه تريانجل، نقول عليه تريانجل. شكرا. واحنا اتفقنا بقى يا مستر البوينت دي نقول عليها ايه؟ فيرتكس. نقول عليها فيرتكس. وده يا مستر نقول عليه ايه؟ سايد. نقول عليه. فلما اجي اسالك الراجل ده النيم بتاعه اسمه ايه؟ تريانجل. لما اقول لك هاو ميني فيرتكس، ها 1 2 3، هاو ميني سايدز 1 2 3. شكرا. يبقى ده شيب النيم بتاعه تريانجل، عنده 3 فيرتكس، عنده 3 سايدز. طب تعالى يا مستر نروح على حاجة تانية. عندي يا مستر حاجة بالشكل ده انت شايفها صغيرة، بس انا برضو عشان اعمل لك تعرف تفرق ما بين الفيرتكس والسايد وتعلم ابنك او بنتك يلعبوا بالشكل ده. طب تعالوا كده نشوف لما نرسم بالشكل ده. لو انا خدت بالي ده سايد وده سايد في واحد منهم لونج والتاني شورت. لما يبقى عندي تو سايدز ان ايكوال نون ايكوال، يبقى دول يا مستر ده نقول عليه ريكتانجل. نقول عليه. يبقى الريكتانجل عنده كام سايد؟ فور سايد. عنده كام فيرتكس؟ فور. عندي هل السايدز ايكوال؟ لا، عندي لونج وشورت. فك. شكرا يا مستر. ده نقول عليه ريكتانجل. علم ابنك او بنتك ان هو يعمل بالصلصال الشيب فمش هينساهم، ويقول فيرتكس 1 2 3 4 سايد 1 2 3 4، ويقول ان هم ان ايكوال لونج وشورت، والنيم بتاعه ريكتانجل. طب تعالى كده نشوف واحد تاني يا مستر. احنا بنتكلم عن الشيب، بص بقى المره دي رحت جاي عامل كده. لو خدت بالي بقى هنا، هل السايد ده قد ده؟ السايدس هنا ايكوال. لما يبقى السايدس ايكوال ده كولد سكوير، نسميه سكوير. هاو ميني فيرتكس؟ ادي 1 2 3 4. هاو ميني سايدس؟ 1 2 3 4. بس هنا السايدز بتوعه ايكوال فنقول عليه سكوير. طب يا مستر اديني حاجة تانية، تعالوا بقى نشوف. ادي برضو علم ابنك ادي بالصلصال والخلة. تعالوا بقى نشوف البتاعة دي ايه ده؟ بص كده، ايه دي بقى يا مستر؟ سيركل. برافو عليكي، سيركل. سيركل. هل السيركل دي يا مستر عندها فيرتكس زي التريانجل والريكتانجل والسكوير؟ يبقى نو فيرتكس. طب هل عندها سايد؟ يبقى برضو نو سايدز. لما اقول لك النمبر اوف سايد تقول لي زيرو، نمبر اوف فيرتسيز برضو زيرو. وعلم ابنك يعمل الشيب بالصلصال هتلاقي الدنيا معاه جميله. طيب ايه تاني ممكن ناخده مع الدرس ده يا مستر؟ ان انا لو جيت عملت لك كده، ادي ده كده وعملت كده وعملت كده، واسالك which has four sides، مين في دول four sides؟ تعالي كده شاوري لي يا جنى. الله، فعلا ده. طب ينفع اقول ده؟ تيجي نشوف 1 2 3 4 5. لا يا مستر ده 5 سايدز. طب ينفع ده؟ ليه 1 2 3؟ يبقى لما اقول لك 4 سايدز
تعمل كاونت وتدور. طب لو غيرنا يبقى الفور سايدز كان الراجل ده. طب لو قلت لك 3 سايدز، مين في دول 3 سايدز؟ اهو تريانجل. طب لو غيرنا وقلت لك مين في دول 5 سايدز؟ الراجل الجميل ده. وان شاء الله لما تكبر وتوصل جريد 4 او جريد 5 هنقول عليه بنتاجون. شكرا جانا، اتفضلي. تعالوا كده نقول بقى حاجة تانية، ان انا اتعلمت النهاردة، اتعلمت النهاردة ان انا عندي فيرتكس وعندي سايد، فيرتكس وسايد، وعندي سايدس ممكن يبقوا ايكوال في السكوير، وعندي سايدس ان ايكوال في لونج وشورت. دول موجودين في الريكتانجل. اشوفكم في حلقة تانية. باي باي.